يا بنات كي دايرين لاباس عليكم جيسبر كو فوز علي بيان فيديو جديد على القناه قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نشكركم على التفاعل ديالكم في لا فيديو اللي قبل كنقول لكم شكرا لكم بزاف على لي كومونتير وسمحوا لي على الصداع اللي كان في لا فيديو فريمون داكشي كان فوق الطاقه ديالنا وصراحه ما رديتش البال بزاف الغوات اللي كان دونك بغيت نقول لكم الناس اللي اول مره كيلتحقوا بينا على القناه ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديال الفيديو ديالي. ثاني حاجه ما تنساوش تشاركوا في الكونت انستغرام ديالي اللي غادي يطلع لكم هنايا والكونت انستغرام اللي حطيت اللي كنحط فيه دي زارتيكل يعني ديال الحوايج اللي سميتو nermin.beauty.collection دونك حتى هو كنحط فيه شي حوايج يعني اللي كنبيع حوايج ديال لاباج ديالي دونك فوالا لا فيديو ديال اليوم غادي تكون ان تراي اون اول غادي نقيس لكم الحوايج ديال شيئين الحاجه الوحيده اللي غادي تكون شويه مختلفه في هذا الفيديو هي غيبانوا لكم نفس الحوايج اللي كنت بارطاجيت معكم ديك المره الوغ غادي نعاود لكم هذه القصه هي انه فاش كنت كنشري الحوايج فاش كنت كنختار لي زارتيكل كنت كنكوبي لي ليان وكنديرهم في شي يقولوا له في نوت وفي قوت ما كان فيه نعاس عاودت كوبيت لي ليان ديال لي زارتيكل اللي كنت بارطاجيت معكم قبل وصيفطتهم وهما اللي كنت خديت دونك وصلتني لا كوموند مدوبله مالوغوزمون مي ماشي مشكل دونك لافونتاج اللي كاين سي كو كنلبس انا اوراني بحال وبيان سور ماما تهي لي ستاي ستاندر كيجيوها دونك هادي ما فيها حتى شي مشكل دونك و لي باسكيت اللي كنت بارطاجيت معكم حتى هما وحدين عطيتهم النيل وحدين بقاو يعني دونك ما ضاعوش لو بي ديال هاد لا فيديو هي انني ندير لكم تراي اون اول نقيس لكم هاد الحوايج باش نشوفهم كيفاش كيجيو في اللبسه فيو كو بزاف البنات طلبوها مني وقالوا لي بلي لي زارتيكل ما كيبانوش ليهم هكا مهزوزين بغاو يشوفوهم ملبوسين باش يبانوا ليهم اكثر دونك هادشي اللي غادي نديرو وعلى بركه الله اللي فيها هو لارتيكل الاول دونك هو هاد مونطو او لا فيست بحال مونطو جيسبر يكون كيبان لكم مزيان دونك فيها هاد الجويبات دونك فيها جويبات سامبل بوغ البنات اللي ما شافوش ديك المره لا فيديو وكتلصقوا فيهم هاد لا فوغو غير بصديفات من الفوق دونك كيف ما تقدروا تخليوها كيف ما تقدروا تحيدوهم يعني باش تردوه غير سامبل غير بوحدو دونك كيف ما شفتوا انا درتو مع النوار فريمون كيجي زوين مع اون توني كامله نوار اي فوالا بون هذا لا طاي ديالو راه ستاندار بوغ البنات اللي غيكونوا انتريسي بلي طاي دونك يجي بحال هكا بالي في هنا جيت لا شومبر ديالي يعني حيت هنا لا لوميير احسن تما تحرق ليا واحد سبوت دونك خاصه نصاوبوه بون لا توني الثانيه دونك هو هذا الكاب هذا اللي كنت بارطاجيت معكم اللي فيه جويب فريمون انايا يعني توسكي نمرتي عجبني في البرد تيجيني مع تيجيني هاد لو ستيل كيجي زوين فهاد الفصل هذا دونك كيجي بحال هكا بلي بوش فريمون شي حاجه اللي خفيفه انكم تلوحوها من فوقكم كيف ما قلت لكم تقدروا تلبسوها مع النوار اي كيف ما تقدروا تلبسوها يعني مع هاد لو بيج هذا تكونوا لابسينو لتحت فريمون كتجي زوينه اي او ميم طون ستيلي وكتسخنكم دونك فوالا كاب كتجي طويله من اللور دونك بوغ لي في فوالي فريمون زوين اي لي بري راه كيف ما ديجا قلت لكم كي فاريو انتر 200 و 300 درهم بون انا راه حفيانه باش ما نبقاش ندير لكم بحال لوك بوك انا غير كندير لكم تراي اون اول ان شاء الله قريب نحط لكم لوك بوك نصوروا يعني بغيت نصوروا هكا على حق وطريقو ندوزو لا توني الثانيه ونرجع لكم اي فوالا دونك لا توني اللي من وراها هي هاد الكاب ني تحت هو دونك كيجي بحال هكا غير هو ما فيهش لي بوش كيف ما كتشوفوا تيجي بحال هكا فيه هاد لو ديتاي هذا هنا هادشي باش يبان لكم المهم ديتاي اي شنو ما فيهش جيوبه مي فيه القب دونك كتجي فيه لا كابوش المهم لا توني ديال لو بوتي شابرون روج دونك فوالا اي تا هو كيجي طويل من اللور فريمون كيجي زوين تا هو بوغ البرد اي فوالا المهم هادشي كامل راه بيان سور ديال هاد الايام هادو ديال هاد الجو هذا دونك فوالا
et من بعد كاين هاد لو بول هذا دونك لي دير بحال هكا بالصوفه فيه هكا دي موتيف فريمون الخياطه ديالو كتحسوا بهادو يعني خارجين على البول اي التيسو ديالو فريمون زوين دونك فيه دي كولور زوينين شوفوا كيفاش كيجي دونك هكا طويل من اللور انا هذا خديته في طاي ام درتها اكسبري غير باش يجيني بحال هكا يعني الا جا هكا قصير ومزير ما غاديش يجي زوين دونك مع ليغينز كيجيو فريمون هكا زوينين دونك pour le collant ديال الكوير بون هذا حاطاه في لاباج ديالي انستغرام pour les filles intéressées sinon لي ما عندهمش انستغرام غنخلي لكم ان نيميرو تيليفون لتحت في لابار دانفو باش تكونتاكتيوني دونك كيجي بحال هكا اون كوير و لو بول كيف ما قلت لكم خديتو ال باش يجي هكا اوفر سايز اي فريمون جا زوين كيف ما كنت يعني كيف ما كنت مخيلاه باش يجيني جاني دونك فوالا et nous avons la tenue les mêmes. Donc voilà les filles, l'article l'avant-dernier je pense, mohim wahed la doudoune, vraiment la doudoune kent baghaha mais malheureusement jatni kbira. Donc kif ma ghatchoufou, ma jatch ana kent mkhilaha ana tjini haka yani lasqa. Vraiment kent ghatji zwina wakha hadi la taille S mais kif ma ghatchoufou les manches tjah ma twal, kadji blaka push dialha donc vraiment zouina mais elle taille M يعني ماشي S واخا فيها S يعني تجي مع البنات لي M او حتى L يجيوهم دونك هذه جات كبيره صراحه بقات فيا باسكو فريمون كيعجبني هاد التوب هذا بحال فيلور وعندي لي باسكيت ديالها يعني كنت عواله عليها مي مالوغوزمون ما جاتش دونك فوالا Et voilà les filles, je vais vous montrer comment vous avez les articles vu que vous avez besoin de vous. Inch'Allah, une fois qu'on a une commande, je vais vous montrer, bien sûr, en partager avec vous. Comme vous savez, il y a une chose que je vais vous montrer comment des vidéos. Sinon, pour pyjama, je vais vous montrer pour le mettre les mains. Je vais la vidéo de l'hôpital. Donc, vraiment, que vous avez besoin, déjà le besoin. Mais je vais vous montrer comment vous avez besoin. Je vais un pyjama. ان شاء الله تشوفوني لابساها في شي مورنينغ روتين دونك كتجي بلو ديباردور ديالها اللي كيجي بحال هكا من الظهر جيسبر يكون كيبان لكم اي بينوار ديالها فريمون كتجي زوينه في اللبسه دونك بحال هكا اي سخونه يعني ديال هاد الوقت ماشي هاد الوقت زعما فاش غيبدا يبرد الحال انا كلشي عندي ديال هاد الوقت دونك اي لو شورت ديالها لو شورت اللي جاني شويه واسع مي صراحه هي هذيك يعني بوغ ان بيجاما هي هذيك دابا ساليت لي زارتيكل ديال شيئين الا كنتو انتريسي ما تنساوش انكم تهبطوا لا بار دانفو داير لكم لي ليان ديال هادشي كامل ودير لكم ان كود برومو حيت كاين لانيفيرسير ديال شيئين وعطاوني ان كود برومو لي فريمون يعني زوين ديجا يعني وريتكم كيفاش تشريو من لو سيت في لا فيديو ديال طريقه الشراء من موقع شيئين يعني الا كنتو باقي ما شفتوهاش سيروا شوفوا الطريقه الحاجه الوحيده اللي غادي تزيدوا هي فاش غتكومونديو لارتيكل يكون عندكم واحد لاباغ لتحت فيها كود برومو غتدخلوا داك لو كود اللي غتلقاوه في صندوق الوصف وغادي يديروا لكم لا غوميز ديالكم دونك و بالمناسبه ديال لانيفيرسير ديالهم جو بونس كو دايرين لا ليفريزون غراتويت يعني سيروا بروفيتي وشوفوا لي زوفر اللي كاينين اي جيت نشارك معكم لي زارتيكل انا جامعهم هنا حيت كانوا عندي طوموبيل هادو ما عندهم حتى شي علاقه بشيئين بيان سور هادو في لاباج انستغرام اللي كنحط لكم فيها لي زارتيكل بون كيف ما غتلاحظوا بزاف ديال لي فوتو تقريبا كاين اللي كنصور بهم انا كاين اللي كتصور بهم رانيا حيت رانيا هي اللي كتكلف بلي زاشا مهم لاباج ديالنا بجوج بينا غير هي يعني سميتي انا مي راه هي يعني لاباج ديالنا بزوج دونك بغيت بارطاجي معكم هاد الكاب هذا دونك حتى هو كيجي فريمون زوين في اللبسه اي فيه هاد الجوبه هكا دونك كيف ما قلت لكم الا كنتو انتريسي بهاد لي زارتيكل ديالي انا غادي تلقاو واحد لو نيميرو في صندوق الوصف هو اللي تكونتاكتيو الا عجبكم شي ارتيكل دونك كاين هاد لو شال هذا اي كاينين دي شال اخرين مهم كاينين بزاف لي كولور هادو بالكاشمير دونك كلهم بالكاشمير مي هذا ستيل اخر دونك كيجيو بحال هكا فريمون كيجيو طوال هنا فيهم دي بونبون اي فيهم هنا لي تيكيت مكتوبه فيهم
كاشمير فريمون كيجيو زوينين هادو في البرد. دونك حتى انا كخن انا صراحه هذاك اللي في لاباج ضروري اي حاجه كتعجبني كناخذ منها حتى انا ليا كتبقى عندي. داكشي علاش كنحط لكم بهم دي فوتو ديما لي طاي صغار يعني كناخذ منهم اون كونتيتي واخا هما كيطلبوا مني لي طاي كبار اكثر مي راه وليت كناخذ لي طاي كبار اكثر. دونك كيجيو بحال هكا فريمون كيجيو زوينين سواء مع البنات يعني المحجبات اولا اللي ماشي محجبات. دونك كاين نوار كاين هاد الكاميل دونك كاينين فيهم بزاف ديال لي كولور كاين البلو مارين لو غري و بيج. المهم هذا بيج كاميل حتى هو. المهم كانوا بزاف ديال لي كولور هادو هما اللي بقاو. الا بغيتو يعني سيروا لا باج انستغرام الا كنتو عندكم الكونت انستغرام سينو كونتاكتيو النيميرو اللي قلت لكم غنخلي لكم في صندوق الوصف وتواصلوا معاهم هما اللي غيعطيوكم معلومات على هذا الشيء. بوغ البنات اللي غيسولوا على لي بري ديال هادو دايرين 100 درهم وهذا اللي فيه لا فورور داير 180 درهم. دونك فوالا جيسبر نكون فدتكم في هذه لا فيديو جيسبر تكون عجباتكم. كنحاول انني ننوع لكم هكا في لي فيديو كل مره ستيل جديد. المهم راه اليوم كانت عندي لا ريبريز ديال المدرسه الحمد لله دازت لا جورني مزيانه ان شاء الله غنبدا نحط لكم دي روتين ديال يعني لا ريبريز كيفاش كندوز نهاري كيفاش كنجمع الدار كيفاش اي حاجه كنديرها فاش كنرجع للدار بيان سور. وكنقول لكم ان فيديو ماشي ان شاء الله جو فو في دو غرو بيزو والسلام عليكم.